الله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ممكن نلخص البرمجة في سطر واحد أو في جملة واحدة، هي أنك بتحاول تكتب شيء معين تعمل عليه حبة تغييرات وبعدين تطلع بنتيجة من نوع معين. ده التلخيص. كأنك زي مثلا بتحاول تجري عملية حسابية زي حصل جمع رقم 5 زائد الرقم 3. في الأول بتحاول تكتب رقم 5، بعدين بتحدد أنت عايز تعمل إيه على رقم 5. أنت عايز تضيف عليه 3 حاجات، عايز تضيف عليه الرقم 3 بتضيف عليه وبتطلع الناتج في النهاية. إحنا ممكن نعمل الكلام ده بالجافا سكريبت، وسبق وإن إحنا نفذناه وشفنا النتيجة بتاعته، بس ده بيسموها عملية وان أندان، يعني عملية واحدة وخلصت وانتهت، مش راح تستفاد بيها في مسار عمل البرنامج تاني. الفكرة الأساسية في البرمجة هو إنك تعمل العمليات نفسها على أكتر من كائن واحد، أكتر من أوبجكت واحد، وتحاول تغير في الأوبجكت نفسه، أو يعني أقصد في القيم اللي جوه الأوبجكت ده، ها، أكتر من مرة طول فترة الفلوتينج أو الفلوتينج أو الأوفرفلو أو عموما تدفق البرنامج أو مسار البرنامج خلال عرضه أو خلال تشغيله. علشان كده بنحاول نجهز ما يسمى بالفاريابلز. عدت عليك؟ متأكد انها عدت عليك، سمعت الاسم ده قبل كده. variables معناها متغيرات، دي بمثابة قوه بنحاول نخزن فيها الاوبجكتات دي لحين ما نحتاجهم. في جافا سكريبت يا جماعة في storage containers، الاوض الكبيرة دي بأحجام مختلفة علشان نشيل جوا منها الاوبجكتات دي، اشهرهم اللي هي variables. بمنتهى البساطة الفاريابل ده عبارة عن كونتينر، إطار حاوي، إناء حاوي. إحنا بنعمله ليه؟ علشان نشيل جوا منه داتا من نوع معين إحنا محتاجينها، ها، في مسار عملية البرنامج. في جافا سكريبت إحنا بنبني الكونتينر ده عن طريق إننا نكتب كلمة var، بنكتب كلمة var وبعدها اسم الكونتينر اللي إحنا عايزين، ها، اللي إحنا عايزين. يعني ممكن نكتب مثلا var إيه؟ جانب. خلينا نشتغل على، او انا كنت شغال هنا علشان بس الخط كبير شويه يعني، وممكن نكتب var capital lock، وممكن نكتب مثلا var current time، وممكن نكتب مثلا var s dollar sign container. اكتب اللي انت عايزه في جمل تصريحك للمتغيرات، معاك ارقام، معاك حروف، معاك underscores. الفاريبل طبعا المفروض ما يكونش فيه اي مسافات، وخد الرول ديت يا جماعه، ما ينفعش تبدا الفاريبل بنمبر، ما ينفعش تبدا الفاريبل بنمبرز. وسبق وان احنا اصلا مفهوم القصه بتاعت الكامل كيس دي، لو انت عندك فاريبل هتشيله في اكتر منها، قلنا ان احنا هنفصل يعني انت حاول ترجع، مش هحاول ادها مره ثانيه، حاول ترجع الفيديو ده علشان ما تقوليش والله انا عرفت متغير وحطيت مكانه مسافه. لا، ما فيش فاريبلز فيها مسافات. طب انا افهم ازاي لما المتغير فيه اكتر من كلمه؟ استخدم الكامل كيس دي، واصلنا المفهوم ده قبل كده يا شباب. طيب جميل خالص. نيجي بعدين لما نيجي ننشئ الفاريبل يا جماعه، بننشئ اوضه. الاوضه ديت بيكون فيها حاجه من اتنين، حاجه من اتنين على حسب نوع الفاريبل اللي انت بتنشئه. جميل. يا اما بيكون الاوضه ديت مش جواها حاجه خالص، وده معناها انها undefined، ابيض يا ورد، ها، ما فيهاش اي شيء، ما تعرفش عنها اي حاجه. يا اما انها بتكون عباره عن ايه، يا اما انها بتكون فيها ما نطلق عليه بالديفولت فاليو او القيمه الافتراضيه بشكل عام. حلو. بعد عمليه الانشاء يا جماعه بتتم عمليه جميله خالص اسمها الاساينينج للفاليوز، مساله اسناد القيم باستخدام، عرفنا طبعا اوبريتور اسناد القيم، العلامه يساوي. يعني نلخص الطريقه بمنتهى البساطه، بتحاول تحدد اسم الفاريبل بتاعك، تحط علامه يساوي، تكتب بعد منه القيمه اللي انت عايز تحطها في الفاريبل ده علشان انت راح تحتاجها بعدين. حلو خالص. طيب يعني شكل الكود راح يكون ازاي؟ فينا نمثل بشكل عملي على الجانب ده. ادينا انا بس منوم الكود علشان وقت الفيديو. عملت var a وبعدين var b وبعدين var sum، رحت انا عرفت المتغير الاول وعرفت المتغير الثاني وعرفت المتغير الثالث، وبعدين رحت جايل اسندت القيم، بقى قلت ايه، حطيت فيه القيمه 4، بي حطيت فيه القيمه 5، وصم عباره عن حاصل جمع الاي زائد البي، وطلعت جمله دوكيومنت رايت عشان اوريك ان المفروض الناتج يطلع كام. طبعا المفروض يطلع الناتج 9 بريلود دوكيومنت رايت، يبدو ان انا ما حفظتش، ماشي ادي كنترول اس ريلود 9. تمام كده، جميل خالص. من الواضح اني انا فاصل ما بين الاثنين عشان اوري حضرتك القصه. يبقى في الاول انا بعمل ديكلاريشن، فار ايه ده اسمه ديكلاريشن،
يعني تصريح عن وجود متغير، انا عايش انا موجود انا عايز اعمل متغير اسمه اي. النقطه الثانيه الاساينمنت، اساينمنت فاليو، مساله اسناد القيم للمتغير اللي انا عملت له ديكلاريشن، علشان كمان من شويه هيجي مفهوم معقد شويه هيقول لك انك ممكن تحط متغير من غير ما تعمل له من غير ما تعمل له ديكلاريشن، تعمل اساينمنت بشكل مباشر. تمام، حلو. يبقى كده في فصل ما بين عمليه الاساين، ما بين الديكلاريشن تعريف عن وجود متغير انا عايش، وما بين انك تحط في المتغير ده قيمه، لان المتغير ده لو ما اتحطتش فيه قيمه هيبقى ايه؟ انديفايند، او في قيمه اسمها ديفولت فاليو. مركزين، حلو خالص. نيجي بقى طبعا الطريقه ديت، مفيش يا عم طريقه اسهل من كده، مفيش حاجه تحط فيها الاثنين مع بعض. في بمنتهى البساطه خلونا ننوم السطر البرمجي ده وننزل تحت. ممكن حضرتك ببساطه انك تعمل اساينمنت وديكلاريشن الاثنين في نفس السطر، بانك تعمل var a بيساوي مثلا 4، حطيت انت عملت var a يعني عملت الديكلاريشن، وبعدين حطيت معامل اسناد يساوي وحطيت القيمه 4، var b بيساوي 5 وvar sum بيساوي الa زائد البي. فلو انا عملت كنترول اس دلوقتي المفروض ما الاقيش فرق جامد ما بين الاثنين، والناتج يطلع برضه 9. جميل خالص. وعندي بالمناسبه طريقه ثالثه ممكن نستخدمها، وممكن يعني هنحاول ننتقل ما بينهم اثناء كده بالكود يا جماعه، بانك بتحاول تعرف المتغيرات تبعك كلها في سطر واحد وتفصل ما بينهم بالكومز، سيبريتد باي كومز. تمام، والجماعه الاجانب لما بيفصلوا بالكوما بيعملوا يعني ايه حاجه غريبه كده، بيكتبوا الرمز وبياخدوا الكوما، بعدين المسافه بتبقى بعد الكوما، يعني عارف انت الايه كوما بعدين المسافه، وبعدين المتغير الثاني كوما، وبعدين المسافه، المتغير الثالث كوما، وبعدين بعد منه على طول رشد فيه الكوما، وبعد منه مسافه كده يعني. فبتقول مثلا انت عندك بار ايه وبي وصم، وبعدين بتبتدي مساله الايه، يبقى انت عملت ديكلاريشن على كل متغير انت راح تستخدمها، بعدين هتعمل ايه؟ تيجي تعمل اساينمنتات تقول ايه بتساوي كذا وبي بتساوي كذا وسي بتساوي كذا. لو انا عملت دلوقتي كنترول اس المفروض برضو اني ما الاقيش اي فرق ما بين نفس الناتج، وهيطلع برضو بيديني 9. حلو الكلام ده خلاص يا جماعه، وان شاء الله باذن الله الكلام يكون سهل وبسيط، وانت عارف انت عارف كويس خالص ان جافا سكريبت بتمشي لاين باي لاين باي لاين، بتعرف ايه بعدين بي بعدين صام، بص على ايه بص على بي تبص على صام، صام بصيت صام لقيتك كاتب متغير وما عرفتهوش، لا اوقف يا برنس استنى شويه. عايزين نقول جزء مهم جدا في موضوع الفاريبلز ذات الشباب، ان هو ايه؟ عرفت انا مثلا صام بايه؟ انا عرفت الثلاث متغيرات دول اي وبي وصام، حلو كده؟ جميل. لما احب اسال المتصفح عن قيمه متغير معين بيجيبهولي، حلو؟ يعني انا لو عملت مثلا انسبكت تحت الكونسول وقلت كونسول دوت لوك، وعايز منك يا سيدي قيمه الفاريبل ايه؟ انتر، هيقول لي 4 وهو انديفايند. انت ما ماشي حلو، سيبها هجيلك، ما تقلقش انا في بالك والله في بالي القصه. لو جيت مثلا وعامل البي هيقول لك 5 انديفايند. جميل. طيب لو جيت قلت له انا عايز سم انتر هيقول لك 9. حلو خالص، جميل. رحت انت بقى جيت في الكود، ها و ماشي مش مشكلة، ورحت واخد كوما، وخليني اقول من غير ما تضيف يا سيدي، سيبك من الكوما، رحت عامل ايه؟ هتعمل حركة غريبة شوية. رحت نازل تحت وكاتب سي بيساوي 6، وانا هاخد كنترول اس. انت عملت سي بيساوي 6، انت عارف انت عملت ايه دلوقتي؟ ها، عملت ديكلاريشن ولا عملت اساينمنت؟ انت عملت اساينمنت على طول من غير ما تعمل ديكلاريشن. اهو A و B و سم، C ده انت معرفه فوق، قال لك لا يا عم مش معرفه، انا عملت كنترول اس. يا ترى كده باي جس المتصفح لو انا قلت له C هيطلع لي القيمه بتاعت C اللي هي 6، ولا هيقول لي ايه القصه؟ نجرب كده، ها؟ حاول تخمن انت طيب، وتشوف كده اللي في بالك. انا همسح سم وهكتب var C وانتر. بيقول لي اداني مشكلة، بيقول لي انكوت ريفرنس سي از نوت ديفايند، انت ما عرفتليش الفاريبل سي ده علشان تيجي تستخدمه. وديت ربما تكون القضية دي اتحلت في الجافا سكريبت يا جماعة، الاصدارات يعني في الـ في الـ في الايكما سكريبت الاصدار الاخير، لانك لو انت كنت مثلا مستخدم متغير معين، خليني طيب انا اكد على نفس المفهوم، يعني دوكيمنت دوت تراي سي، بس ادي اعمل كنترول اس وهرجع بريفرش هيكتب لي 6 في المتصفح.
طب انا واقع في مشكلتين. ماشي مش مشكله. انت انا لو بصيت على الكونسول، على الكونسول هو فاضي، انا كان المفروض اكتبها بالكود. ماشي. انت لما جيت كتبت سي في الكود، مش في الكونسول، لما جيت كتبت سي في الكود في الكونسول حس بيها. لما جيت كتبت سي في الكود ايه اللي حصل؟ اللي حصل بان هو طلع لك قيمه السي اللي هي 6. طيب وانت اساسا مش عامل للسي فاريبل سي ده ديكلاريشن، انت عامله اساينمنت بشكل مباشر على طول. فهمني انت كده؟ حلو خالص. ايه القصه دي؟ ايه اللي حصل؟ ربما تكون ان يعني ايه المتصفح لو 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 حب يكلمك يعني هيقول لك بص، تقريبا انا شايف ان حضرتك مستخدم معامل اسناد على قيمه متغير انت لسه ما عرفتوش. انت بتقول لي سي بيساوي 6 بس انا ما اعرفش مين سي ده، فانا راح افرض، انا كمتصفح راح افرض انك بتعرفه لي دلوقتي، انت نسيت تعرفه فوق فانت بتعرفه لي دلوقتي. انت بتحس ان المساله ديت مفيده، لكن في الغالب دي مشكله كبيره جدا قدام باذن الله راح نتعرف على مفهوم اسمه السكوب، او ما نطلق عليه بنطاق الرؤيه او مجال الرؤيه، وراح نتعرف على الطريقه اللي نقدر من خلالها نحط فاريبل معين في مجال رؤيه معين بره المجال ده محدش يشوفه، ابيض يا ورد، جوه المجال ده افكتيف وشغال وتمام وزي الفل. بمعنى مثلا انك تقدر تنشئ متغير معين يشتغل داخل فانكشن معينه، بره الفانكشن دي ما يشتغلش. اذا انت بقى ما استخدمتش جمله تعريف المتغير فار، المتغير ده راح ياخد حاجه اسمها ايه؟ الجلوبال سكوب او نطاق الرؤيه العام، يعني الدوكيومنت كله يعني هيتجري في الدوكيومنت كله، في الدوكيومنت كله. وده اللي ربما بيسبب لك المشكله في انك مش عايزه يتجري غير في مكان يونيك، في مكان ثابت. علشان كده بالله يا جماعه فينا نطلع بقاعده مهمه جدا، في كل مره تحتاج فيها تعرف متغير اعمل ديكلاريشن بجمله فار علشان تتجنب مشكله الجلوبال سكوب اللي احنا كنا موجودين فيها دي من شويه، واللي انت مش هتحسها غير لما ندخل شويه في مساله الادفانسد والاريز والسكوب. يا رب نكون يعني طولت في حلقه اليوم، وحلقه اليوم مهمه جدا جدا جدا، ونامل انها تكون على قدر الفائده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.